هل تريد الحصول على موبايل بتصميم مميز وخرافي قد يكون من المستقبل؟ فلتحصل على موبايل أوبو فايند إكس، الموبايل الخرافي من شركة أوبو. في هذا الفيديو سنتكلم عن سعر ومواصفات هاتف أوبو فايند إكس، تصميم متميز ومختلف على الإطلاق عن كل الهواتف الموجودة في العالم. شاشة عرض كبيرة تستحوذ على أكثر من 93% من جسم الهاتف، بدون نتوش، مع كاميرات مخفية بداخل جسم الهاتف يتم طلوعها عن طريق سلايدر قوي ومتين في أقل من ثانية حين الحاجة لها. سنتكلم في هذا الفيديو عن مواصفات وسعر وأبرز مميزات وعيوب أوبو فايند إكس. نبدأ بالمواصفات. يدعم الاتصالات بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع عن طريق شريحتي اتصال نانو. وزن الهاتف 186 جرام مع تصميم زجاجي مع غوريلا جلاس 5 مع إطار معدني قوي. يأتي الموبايل بالأبعاد الجديدة، شاشة كبيرة 6.42 بوصة بنوع أموليد ودقة عرض 1080x2340 بكسل ب401 بكسل لكل بوصة، مع حماية على الشاشة غوريلا جلاس 5. يأتي بنظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع واجهة تشغيل جديدة كولور أو إس 5.1. أقوى معالج حالي من سناب دراجون وهو سناب دراجون 845 ثماني نواة. يأتي الهاتف بثلاث نسخ، النسخة الأولى العادية بمساحة 128 جيجا مع 8 جيجا رام وبطارية 3730 ملي أمبير، النسخة الثانية بمساحة 256 جيجا مع 8 جيجا رام وبطارية أصغر 3400 ملي أمبير، عبارة عن بطاريتين 1700 يعملوا مع بعض الوقت ويتم شحنهم في 35 دقيقة فقط من 0 إلى 100%. النسخة الثالثة باسم لامبرديني إديشن بمساحة 512 جيجا مع 8 جيجا رام ونفس بطاريات النسخة الثانية، بالإضافة إلى ظهر الموبايل أصبح رياضي بلون كربون فيبر أسود مع شعار شركة لامبورغيني الشهير. النسخة الأولى والثانية من الهاتف تأتي بألوان أزرق مع أسود، أحمر مع أسود كما مبين أمامكم، والنسخة الثالثة كما ذكرنا بلون أسود كربون فايبر. لا يتواجد بالهاتف مستشعر بصمة إصبع، والاعتماد فقط على خاصية فيس أنلوك عن طريق الكاميرا الأمامية. كاميرا الهاتف الأمامية والخلفية موجودة بداخل الهاتف ويتم طلوعها عن طريق موتو سريع. تم طلوع الكاميرا في زمن نصف ثانية، وتم اختبار هذا الموتور حوالي 300,000 مرة طلوع ونزول بدون مشاكل، وهي فترة ممتازة فهي تعادل استخدام طبيعي حوالي 8 سنوات. كما أن هذا الموتور طارد للأتربة مما يحافظ على عمر الموتور بدون مشاكل. كما أن هذا الهاتف به سنسور ليتم غلق سلايدر عند سقوط الهاتف ليحافظ على الموتور الخاص بالكاميرات. الكاميرا الخلفية مزدوجة الأساسية 16 ميجا بفتحة عدسة 2.0F مع مثبت بصري، والكاميرا الثانوية 20 ميجا بكسل بنفس فتحة العدسة مع فلاش LED مزدوج، وإمكانية تصوير فيديو 2160 ب30 إطار في الثانية، وتدعم الكاميرا الذكاء الاصطناعي. الكاميرا الأمامية 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0F وتدعم أيضا الذكاء الاصطناعي. يدعم تشغيل نظارات VR. يأتي الهاتف النسخة الأولى العادية بمساحة 128 جيجا مع بطارية 3730، ويأتي بخاصية شحن السريع مع منفذ USB Type-C. أما النسختين الباقيتين 256 و512 جيجا تأتي ببطارية أقل 3400 كما ذكرنا، لكن هي عبارة عن بطاريتين. المميزات الأساسية في هاتف أوبو فايند إكس: شاشة كبيرة أموليد تكاد تكون بدون حواف ومحمية بطبقة حماية ضد الخدش، تصميم خيالي جديد مع فكرة سلايدر لخروج ودخول الكاميرات، أقوى معالج من سناب دراجون موجود بالهاتف ليدل على أفضل أداء بدون شك، بطارية كبيرة تدعم شحن سريع جدا، دعم خاصية 3D Face ID للتعرف على مالك الهاتف عن طريق 15,000 نقطة مما يدل على أمان كبير بالهاتف. لا يوجد هاتف لا يخلى من العيوب. عيوب فايند إكس: عدم وجود مستشعر بصمة إصبع عادي، والحاجة إلى انتظار نصف ثانية لخروج الكاميرا الأمامية والتعرف على الوجه وفتح الهاتف.
العيب الثاني تخانة كبيرة للهاتف تصل إلى 1 سنتيمتر وذلك بسبب سلايدر الكاميرا المتواجد داخل الهاتف. العيب الثالث ارتفاع سعر الهاتف. العيب الرابع لا يدعم تركيب كارت ميموري ولا يوجد منفذ سماعات 3.5 ملم. السعر لم يتم تحديد السعر لا في مصر ولا في السعودية، ولكن تم تحديد الأسعار بالصين، وسنقوم بعرض الأسعار المقترحة. بالنسبة للنسخة العادية 128 جيجا بسعر 4999 يوان أي ما يعادل 13500 جنيه مصري، والنسخة الثانية مساحة 256 جيجا تأتي بسعر 17000 جنيه مصري، ونسخة اللامبرديني مساحة 512 جيجا تأتي بسعر 27000 جنيه مصري. لا تنسوا الاشتراك ووضع لايك للفيديو لتحفيزنا على وضع كل جديد لكم، وشكرا لكم. We'll be right back.